السيد رئيس المجلس الوطني لحزب الوسط الاجتماعي الأستاذ محمد بوخريس، السادة أعضاء المكتب السياسي، السادة منسقي وممثلي الأقاليم، أيها الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار المجلس الوطني لحزب الوسط الاجتماعي في دورته العادية لموسم 2018 تحت شعار من أجل مغرب المساواة وتكافؤ الفرص، تزامنا كذلك مع دورة السيد المرحوم الحاج أحمد ديكن البلعمشي، لا يسعنا في هذه اللحظة إلا أن نقف لقراءة الفاتحة ترحما على مناضلنا وقيادنا المرحوم السي أحمد ديكن فليذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.